فيما حددت فيه ثلاثة نقاط، نعم. الأربع فقرات اللي حددتها في الأول، نعم. ده اللي بيجذب الاستثمار، نعم. الشراكات. نعم. الشراكات الدولة السودان كدولة جاذبة للاستثمار من خلال الموارد، ما باطن الأرض وما سطح الأرض. استثمار جاذب وممكن يستثمر أكبر. ده بيتطلب إنه شنو استعدادنا نحن كدولة في استثمار واستقبال المستثمر الأجنبي والمستثمر عن أي طريق. هنا عن طريق الشراكة، ده أهم شيء، يمكن ده السياسة الجديدة، ويمكن لو طبق في ماليزيا، في دول اللي كانت ضررتات في جنوب شرق آسيا، وكل الدول كان الاستثمار والاعتماد على الموارد الوطن الداخلي والقوة العاملة والكفاءات، مش المستثمر مثل الفترات السابقة أيام النظام السابق، يجي يستثمر لكام سنة وينهب خيرات السودان ويطلع برا. الحين لا، تختلف السياسة، سياسة شراكة، شراكة عن قطاع الاقتصاد، القطاع الخاص مع المستثمر، القطاع الحكومي مع المستثمر الأجنبي، القانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الداخلي، ده كله دافع إنه الاستثمار يجي. فقط البرنامج اللي بيضغط عليه القانون الاستثمار والبنية التحتية والنقل، ده شيء أساسي. يعني لو ما في كهرباء، ما في طرق معبدة، وما في بتصير مخاوف للمستثمر إنه ما في حاجات لوجستية يقدر يبني لوجستية عليها، يقدر أبنيها على أساس الاستثمار. الشيء الثاني، نحن كيف من الاستثمار، من فائض الاستثمار نسدد على ديوننا.